بيكفي حنبلش. يلا انبسطوا. جاهزين؟ ماشي؟ ماشي. يلا صفقوا كلكم لشوف. ليش واقفين وساكتين هيك؟ يلا صفقوا لشوف. هلأ خلونا نبلش. ابني ريشي حط الخاتم بإصبعته. ماشي. شو هذا اللي عم يصير هون؟ ريشي انت عن جد حتخطب مع ليشكا؟ لا ما رح يصير هيك. شو صاير لك انت؟ يعني انت مالك شايفه؟ على شوي كان حطلي الخاتم وجيتي خربتي هاللحظه بحكيك الفاضي. تركينا ولا تحاولي تخربي فرحتنا. ريشي ليك خلص لا ترد عليها ويلا حط الخاتم باصبعي. لا تسمع لها، لبسني اياه وخليها تشوف هي واختها. خلينا نخلص المراسم هلا. يلا وانا بدي اشوف كمان. شو ما تذكرتوني؟ أنا القاضي، أنا يلي حكمت لريشي ولاكشمي يعطوا حالهم فرصة. شو عم يصير هون؟ خبروني على أساس في حملة تبرعات، بس مو هذا اللي شايفته هون. بظن سؤالي كان واضح للكل مو هيك؟ ممكن حدا يشرح لي شو اللي عم يصير بهالحفلة؟ لأن واضح في شي غلط عم يصير. بتذكر منيح إني ما حكمت للطرفين بالطلاق. لازم حدا يفهمني شو عم يصير. أنا بصراحة مرحبا، أنا ماليشكا، أكيد شفتيني بالمحكمة مو هيك؟ واضح، أنتِ رح تشرحي لي شو القصة. تفضلي. إيه بصراحة الخطبة. خطبة؟ انتوا عاملين خطبة؟ لا مو خطبة، انا ما كان قصدي اقول خطبة، هي بس مجرد اثبات انه رح يلتزم بالوعد مو اكثر من هيك. فهمتي علي حضرة القاضي؟ لا ما فهمت. انا قصدي انه هي مو خطبة حقيقية، هي عقد التزام، يعني مثل كانه ريشي عم بيوعدني بانه رح يتزوجني بعد 3 شهور، يعني بعد ما يتطلق من لاكشمي وتخلص قصته رح يتزوجني. فهمتي علي؟ انت شو فكرتيني؟ ما سمعتي مين انا؟ إذا مفكرة إنه فيكي تضحكي علي بهي القصة المفبركة البايخة تبعك فبتكوني غلطانة. لا آسف، آسف بس أنت الغلطانة، لأنه أنا ولاكشمي رح نتطلق بعد 3 شهور. لهيك يعني الصبية ما حكت أي شيء غلط. ريشي أو بيروي صحيح؟ إيه. أنت كنت بالمحكمة وسمعت الحكم وقتها صح؟ سمعتني لما قررت انه رح تطلقوا بعد 3 شهور. بجوز ما يصير في طلاق اساسا، صح كلامي؟ انت اكيد متذكر شو انا قلت بالمحكمه. شو قلتي وقتها؟ انه اذا ما التزمت بالقرار تبعي شو رح نعتبر هالشي؟ عصيان للقانون. وبعدها؟ بعدها رح اتحاكم وانسجن. ممتاز، متذكر كل شيء. معناها رح تروح على السجن. أنا رح دق للشرطة. لا شو قلتي؟ شو؟ نيلام؟ لا لا حضرة القاضي
لو سمحتي لا تدقي للشرطة بترجاكي، لأنه هاي مانا حفلة خطبة أبدا. بدك تقنعيني إنه كل اللي شايفته غلط؟ لا قصدي هاد بس سوء تفاهم مو أكتر. إيه سوء تفاهم مو أكتر، يعني مثل ما قالت ماليشكا هو مو خطبة، بس هو كان عم يعطيها الخاتم مثل ما وعده، وأصلاً الحق مو على ريشي بهالقصة، الحق علي أنا. يعني أنا السبب بصراحة، أنا قلت له يروح ويعطيها الخاتم مثل ما وعده، لأنه تخانقت أنا وريشي وقلت له بلحظة غضب أنه فيه يروح ويقدم الخاتم لماليشكا، ولهيك قدم ليا. يعني الحق بكل هالقصة علي أنا، مو الحق على حدا غيري. لا كشمي، أنت شو عم تقولي؟ وعد شو هاي خطبة شبك؟ شعلوه سكتي. أنا اللي عم أحكي، الموضوع بيتعلق بعائلتي، بقى لا تتدخلي بالمرة. أنا كتير آسفة، الحق علي أنا، قلت لهم ياخدوا هالخطوة ويلبسوا الخواتم، بقى أنا بعتذر منك، ما حدا هون له ذنب بكل اللي صار، الغلط غلطي أنا، غلطي لحالي. ما توقعت هالشي منك لكشمي، لأنه كنت مفكرتك بنت واعية وبتعرفي شو قيمة الارتباط، وبتعرفي كتير منيح قديش الرابط الزوجي مهم كمان. معقول هالتصرف؟ شو مفكرة وعد الزواج مسحة يعني؟ شو هي لعبة بتتزوج وحدة وبتخطب غيرها؟ شو هالتصرف المولدن هاد؟ يلي عم تساويه مو صح. طيب وانتو؟ هي تصرفت بطيش وانتو ما كان فيكن تمنعوها؟ مو انتو كبار العيلة؟ ليش ما وقفتوهن؟ إذا هي تصرفت بلا وعي يعني الكل رضيان وعم تحتفلوا كمان؟ هي مو بنتكن؟ وريشي مانو ابنكن كمان؟ المفروض توقفوا بوش ابنكن، بس لا، الكل هون موافقين. لاكشمي، إذا بيتكرر هالشي مرة تانية رح أعتبر يلي عم تعمليه عصيان القانون ورح أعاقبك. بتمنى ما تنعاد. حاضر، تعي لعندي على المكتب بكرة انتي وريشي.